طيب هطلع فاصل واستقبل ضيوفي بقى، كابتن ابراهيم عبد الصمد، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن اسامه عرابي. لكن في حته نقطه مهمه جدا جدا، يعني في ساعات كده يعني نعيب زماننا والعيب فينا وليس لزماننا عيب سوانا. ف في حد طلع في الحته الاعلاميه في الحته الكرويه، يعني خلي بالكم ما تتخضوش ولا تتريقوا ولا تعملوا اي حاجه خالص، هو هربان من فيلم 4-2-4 اللي يلاقيه يا يرجعوا مكتبه التلفزيون يا يرجعوا الفيلم. بعد الفاصل هنستقبل ضيوفنا كابتن ابراهيم عبد الصمد وكابتن اسامه عرابي وكابتن شريف عبد المنعم.